السلام عليكم أصدقائنا المشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا مدينة بركان، بالضبط الطريق الجديدة اللي فتحوها اللي كدير السوق الأسبوعي كما تشوفوا معايا. يعني باقية بعض الأشغال هنا في جانب الطريق هادي، نديرو هاد القوادس هادو كما تشوفوا معايا، قالو راه خدام هنا في هاد الجهة هادي. تم يعني فتح الطريق هادي مدة، واحد خمس شهور ولا ست شهور ملي فتحوها ولا كما تشوفوا معايا، كدي ديريكت مو السوق وتخرج في طريق مادا. هنايا بعض الأشغال اللي راهم يقوموا بها هنايا، هاهو غير هو كاين هنا التروطوارات ما عارفين بغاو يديروهم، ما عرفتش. المهم الأشغال هنايا قائمة، السوق راه جاي من هنا بالجهة الأخرى. المهم غادي نمشيو إن شاء الله ندير واحد الجولة في السوق، جولة خفيفة، نصورو بعض الأجواء تما في السوق الأسبوعي. تبارك الله عليكم أخوتي، ما تنساوش تفعلوا معنا في القناة، واللي ما اشتركش في القناة يشترك معنا في القناة، وما تنساوش عاوتاني تفعلوا زر الجرس باش توصلوا إن شاء الله بالجديد. هذا مكان أخوتي، تبارك الله عليكم وفرجة ممتعة. المهم اخوان، بسم الله على بركه الله، غادي ندخلوا ان شاء الله نديروا واحد الجوله في السوق كما تلاحظوا معايا. اي حاجه بغيها تلقاها هنا في هذا السوق، الفروي تلقى، المواد الغذائيه تلقى، اللوازم المنزليه، يعني اي حاجه يعني بغيتها تلقاها في السوق الاسبوعي لمدينه بركان. كما تلاحظوا معايا هنا بحال هذا كيبيع البلاستيك، البانه تاع البلاستيك وما جاورهما. كاين عاوتاني اللي يبيع هنا بحال هاد اللوازم المنزليه، بحال الكاغيط، بحال مواد تاع النظافه. المهم الحاجه اللي بغيتها تلقاها هنايا، وثمن يعني مناسب. فاش يعجبني انا السوق كتلقى شي صوالح هنا رخاص، عكس ما تمشي تشريها يعني بالمحل تلقاها شويه غاليه. كما تلاحظون هذا يعني كيبيع كل حاجه بخمسة دراهم، يعني تجي معك خمسة دراهم تشري حاجه. هنا كما تلاحظوا معايا المواد البلاستيكيه، هذا عاوتاني كيبيع الكسوة، كيبيع الكسوة وكوكوت. المهم تلقى شي حاجة اللي بغيتها انت تلقاها هنايا. المهم غير دير في بالك شي حاجة بغيت تشريها دور تلقاها. كما تلاحظوا معايا هاد الخيمة هادي يعني بحال القهوة، كيديروها هنايا على حسب اللي بغا يتقهوى، اللي بغا يدير شي براد ياكل كاسكروت، انا حتى الشوا اللي بغا ياكل الشواية راه كاين هنا الشواية. المهم غادي ندير واحد الجولة ان شاء الله، نتوسع في السوق نشوف الاجواء كي دايره. النهار شويه مشمس، حرارة كاينة عفوا. كما تلاحظوا معايا القرقاع يناير قريب، هذا يبيع المواد الغذائية بحال الطعام، بحال الحمص، المواد القطاني كامل يعني يبيعهم. هذا عاوتاني كما تلاحظوا معايا مواد التنظيف، اي حاجة بغيتها تلقاها هنايا. كما تلاحظوا معايا البلاستيك، الجهة نتاع البلاستيك والبوادر، هذه باراسولات اللي خصو شي باراسول. المهم كيما قلت لكم السوق بحال هذا كيبيع هادو تاع اللي كيطبلو بهم صحاب العراسات وصحاب الجوق. المهم اخوتي غادي نمشيو نتوسعو كيما تكون في السوق ونشوفو كي دايره الاجواء تما. خليكم معايا في هاد الفيديو هذا، ما تمشيوش بعيد. المهم الخوت كما تشوفوا معايا هنايا عاوتاني كاين هذا اللي كيبيع الصبابط يعني السبرداين، عاوتاني هذا يبيع لي شينيور، يا الصوالح اللي تحتاجهم هنا تلقاهم هنا. بحال هذا يبيع لي بوست نتاع لا سودور مواتر، يعني جميع انواع ديال الاشياء تلقاهم هنا. بحال هذا عاوتاني كيبيع بسكليتات كازيو، بسكيت كازيو، بناوات، هذاك اللي عنده شي لوطو هكذا يدور على شي بنو ولا يقدر يبقى هنا كازيو. كما تلاحظوا معايا هذا كيبيع الكوكوتات، يعني كوكوت كازيو كتلقاها يعني كاليتي ديال الخارج زينين. الفليكسيبل ديال الدوج كاين ديال 10 درهم وكاين ديال 13 درهم، والكولا سبيسيال الصفراء الحمراء 5 درهم، الكولا سبيسيال الصفراء الحمراء 5 ديال الدراهم، حتى الكولا الاقتصادية كاين ديال 10 درهم وكاين ديال 15 درهم وكاين ديال 20 درهم. جوج درام 3%.
5000 نوميرال ديال فرنسا. المهم اخوان كما شفتوا معايا وسمعتوا معايا، يعني السوق عامر بالعشابه اللي كي يعجبوه يعني الدواء ديال العشب، يلقى كل شيء هنايا. حاجه اللي دبرت عليها تلقاها لما تلاحظوا معايا. هذا كيبيع شي صور زوينين يعني، بحال هذا كرسي تاع البلاوز داك الفاز. المهم غادي ان شاء الله ندخل الجهه ديال الخرده اللي كيبيعوا الكسوه ديال الخرده، نروح للجوله تما نوريكم كي دايره الاجواء تما. سبحان الله تلقى درهم جوج دراهم 10 دراهم كسوه تاع الخرده. المهم تبارك الله عليكم الاخوان. هذا هو السوق ديالنا، سوق كولاتا مدينه بركان. واش تا واحد الملاحظه يعني غادي نصور لكم شي مناطق زعما الصراحه الزبل والوسخ، يعني كاين شويه ديال الاهمال في هذا السوق هذا. في اخر الفيديو ان شاء الله غادي نوريكم شي لقطات جايين في الطريق. ما تقدرش تمشى فوق الرصيف من كثره الزبال والاوساخ. المهم خليكم مع خوتي تشوفوا معايا هذه المنطقه هذه ديال اصحاب الخرده اللي كيبيعوا كسوه تاع الخرده. هي هذه هنا تلقى يعني اي حاجه بغيتها، خرده، جواط، تريكويات، قشيرات، المهم غير هنا الخرده. خليكم مع الفيديو هذا. المهم بعد ما درت جوله من جهه الجهه تاع الخرده نديرو جوله عاد من جهه تاع لافيراي. كما تلاحظوا معايا لافيراي هنايا كلشي مزلع هنايا، فين ما شي حاجه لافيراي تلقاها هنايا. تلقى شي حاجه اللي تحتاجها يعني ماشي ضروري انك تشري، ولكن تلقى شي بياسه اللي خاصه في ديك الحاجه اللي انت باغيها، ديك الحاب ديك لافيراي ودير هذيك البياسه. يعني بشحال من مره انا كتصرا لي كنشري كاع داك لافيراي ونقلع غير ديك البياسه اللي باغي، يعني شي صوالح زينين زعما الصراحه. اعاده التدوير كما يقولوا ولا اعاده الاستعمال. المهم هادو هنا يبيعوا لافيراي، اي حاجه نتاع قش، حاجه اللي مرميه كلها كيجيبوها هنا يبيعوها، بحال البيبان، بحال الزن، داكشي ديال المهم كما تلاحظوا معايا في الصوره بلا ما نهضر الصوره اللي تبان لكم بدون تعبير وبدون كلام. السوق كما قلت لكم السوق فيه كل شيء مخلط ومجلط، حاجه ديال الخضره، حاجه ديال الكوي، حاجه ديال الفيراي، حاجه ديال السمك، يعني شي كريمه ولا شي حاجه. المهم اخوتي تبارك الله عليكم،
نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا. المهم غادي نمشي ان شاء الله ونزيد ندور تما من جهة السوق من جهة الجهة تاع الحبة الغنم. الخزامة 10 درهم والشوط 10 درهم والسوفوكلا 10 درهم عاد التريكو 20 درهم والسروال 20 درهم الجلابة 50 درهم 5000 جلابة عاد القاصرة الغلام 50 درهم. المهم هاد الجهة كيما طلعنا من غير بيعو فيها هكا كاين هادوك الحدايد وكالة مثليين اللي عندو الماشية يدير فيهم الماكلة. المهم غادي نفوت من الجهة نتاع رحبة الغانم نصور لكم شوية تما غادي نديرها غير طريق يعني معليش نصور بزاف يلا غير طريق باش نمشي من الجهة الأخرى نتاع السوق نشوفو كي دايرة تما هاديك الأجواء. كيما طلعنا معانا هاد الطريق بورتور على حساب اللي بغا يشري شي حوله ولا يديه يعني كاين هنا لي تريبورتور كلشي موجود. كيما تلاحظو معايا هنا دابا شوية ناقصة ماشي كيما الرواج بزاف تصور فهمنا مصورهاشي بزاف كيما تشوف تبارك الله تبارك الله يعني كاين موجود شي خير خير موجود ما شاء الله اللهم بارك يعني السلعه موجوده ما شاء الله والله يرحمنا بشي شتا باش الدعوه تكون زينه ان شاء الله. شوف تبارك الله هذه هي الوليدات ديالها الله يكثر الخير ان شاء الله. هاد البلاصه هذه كيبيعوا فيها الكسب اللي بغى يريقل شي بيت ولا يريقل شي المهم كيما تلاحظوا معايا كيريقلوا لك داك الشيء بالكسب. هنا العمويد عاوتاني بحال هاد اللي عنده الدار في العروبيه يبغى يسقفها بهاد اللوح هذا وهاد الكسب يعني كلشي موجود هنا متوفر في هاد السوق هذا. هاد البلاصه اخرى عاوتاني كيبيع فيها لافيرال كيما تلاحظوا معايا الرياجات البيبان كراسة بسكيتات صغار تاع الدراري الميكرون تاع الضو قوادس جراير تاع البسكليتات السراجم تاع لامينيو عاوتاني كيما تلاحظو معايا عاوتاني كاين الخزنات لافابو هذا عاوتاني كاين نتاع الدوش نتاع الكوزينة. المهم هاد البلاصة أول مرة ندخل لها عمرني جيت هنا يعني أنا كنحبني من الجهة اللي مليح وان شاء الله نشارك معكم ونبارطاجي معكم هذا الفيديو هذا تلاحظوا معايا هاد الاشياء اللي كتباع هنا في السوق يعني كاين اللي يلقى شي حاجه اللي خاصاتو سراج معاه الثاني تاع اللوح دوك القدام او معايا ما تشوفوا معايا. المهم حتى حاجه ما يما شي حاجه تلقاها مستوفي ايوا. المهم اخوتي هادشي اللي كاين السوق هو هذا. يمكن طولت في هذا الفيديو هذا لكن عييت ما نقص وكذا باش نوريك كيما تلاحظوا الغيس عاوتاني كاين يعني كتكون الشتا كتكون الدعوه دايره هنا مفلسه في الطريق ما تقدرش كاع من تفوت لافيراي. المهم راني جهه نتاع لافيراي كيما تشوفوا معايا هاد الزنوطة هنا عاوتاني كيبيعو الزن كيبيعو الصينيات كيما تلاحظو الزن تاع اليسرى واليمين. المهم اخوتي نتمنى تكونوا متعتو معايا بهاد الجولة هادي في السوق الثلاثاء السوق الثلاثاء الأسبوعي لمدينة بركان. شاركت معكم هاد الجولة هادي شوفوا معايا الواقع ديال السوق سوق الثلاثاء اللي ما عمرو ما جا السوق خاصة مثلا البار كيشتاقو لهاد الأجواء هادي تاع مدينة بركان كيما تشوفو معايا هنا عاوتانيك هاد السراجم القدام تاع الرياجات. نخرجو ان شاء الله هي البيت تاع الفرجة ديال السوق نخرجو. هاد البلاصة عاوتانيك كيبيعو فيها التبن كيما تشوفو معايا تبنو على اليسر كيبيعو النقلة اللي بغى يغرس النقلة يعني أشجار جميع الأنواع ديال الأشجار كلامنتي لافوكا لوتشين. المهم بلا ما بلا داعي لذكر يعني أسماء موجود كلشي موجود تما كاين الوردة عاوتاني كاين
الشيبان نعناع هاد البلاصة كيما تشوفوا معايا، خاصة غير الناس تاع التبن اللي يبيعوا التبن لأن مكسيبة يبغوا يشريو. ما عارف شحال راه يدير التبن، الثمن مانيش عارف بالضبط شحال راه يدير. المهم غادي إن شاء الله نمشيو نشوفو البلاصة الأخرى اللي مليها عاوتاني، كيفورتو مشينا كيبيعو عاوتاني الدجاج والبيض وداك البلدي بناين موجود كلشي موجود. المهم الطريق هي هادي الطريق اللي تخرج لنا في طريق السعيدية وكتخرج السوق. هنا كاين باركينغ، هذا باركينغ تاع الوطا، وكاين الفوق عاوتاني صحاب اللي كيبيعوا الدراجات النارية من جميع الأنواع تاع الدراجات كاينين تما. تشوفوا معايا اخوتي انا الازبال في الطريق، هذا الطريق نتاع السوق، يعني الازبال على جنبات نتاع الرصيف. حتى الانسان انه يضطر يتمشى في الطريق كما تلاحظوا معايا عاوتاني كاين الازبال متراكمه. نتمنى المسؤولين انهم يلتفتوا لهذه البلاصه هذه ويتم التنقيه ديال هذا المكان، وحتى المواطنين اللي كيزبلوا هنا ويديروا هذا الوسخ نتمنى انهم يوعوا شويه وما يديروش هاد الاوساخ هذه هنايا. هادشي اللي كان الخوت، نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا اللي شاركته معكم بالسوق الاسبوعي لمدينه بركان. تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.